لماذا يعجب 90% من طلاب اللغة العربية بسيبوي؟ لأنه أحدث ثورة في قواعد اللغة العربية. ولد سيبويا في القرن الثامن وشرع في رحلة غيرت اللغة العربية إلى الأبد. يعد كتابه الضخم الكتاب موسوعة شاملة لقواعد اللغة العربية، ولا يزال الطلاب يعتمدون عليه حتى اليوم. لم يكن سيبويه مجرد عالم، بل كان صاحب رؤية ثاقبة، رأى أنماطاً وقواعد فيما بدا فوضى لغوية، وحول تحليله الدقيق اللغة العربية إلى لغة دقيقة ومعبرة، مما سمح للشعراء والكتاب والعلماء بصياغة أعمالهم بوضوح وجمال. لذا في المرة القادمة التي تتفوق فيها بامتحان القواعد العربية، تذكر time.com، فأنت تقف على أكتاف عملاق يدعى سيبويا. استمر في الاستكشاف والتعلم، واحتفي بإرث هذا الرائد المذهل.